morning. Last week we stopped at the determination of the economic threshold and economic injury level. الأسبوع اللي فات آخر مرة حكينا فيه we discussed وتناقشنا بموضوع اللي هو الحد الاقتصادي والحد الاقتصادي الحرج وإيش معناهم وشو تبعياتهم وشو ممكن إحنا نستفيد منهم. To determine the economic injury level, it is increasingly sophisticated and has developed well deep beyond the simple model instructed here. طريقة تحديد اللي هي الحد الاقتصادي الحرج صار فيها models صارت بناء على أرقام وعلى برامج وعلى حتى تطبيقات موجودة للاستخدام فبالتالي صارت فيها قفزة نوعية في عملية تحديد اللي economic injury level أو الحد الاقتصادي الحرج. In all such models, they assume that economic injury level can be measured and this central of the development of IBM. كانت مبدأ أنه أنت البرامج الـ IBM أو المكافحة المتكاملة مبنية أنك أنت متى ما حددت الحد الاقتصادي الحرج لأي آفة بالتالي أنت بتقدر تعمل لها البرنامج المكافحة المناسب لإلها. The fundamental way is the goal of IBM is to reduce best number below the economic injury level and ecological insect control seek to within the context of the life system without a major environmental disturbance. هلا كان الهدف من الاساس من البرامج المكافحه المتكامله ومبدا المكافحه المتكامله انك اعداد الحشرات او الافات تنزلها لتحت الحد الاقتصادي الحرج عشان ما يحدث عندك اصابه او خسائر مادية بحيث أنه بنفس الوقت البرامج أو طرق المكافحة المتبعة ما تؤدي إلى حدوث لتعطيل أو تغيير النظام البيئي الموجود فبالتالي أنت بتتأكد أنه عندك الآفة اللي موجودة عندك أعدادها ما بتعمل لك ضرر اقتصادي وما له تبعيات اقتصادية وبنفس الوقت ما عم تحدث تغيير على النظام البيئي الموجود. Ideally, بشكل يعني مثالي, ecological insect control seek to adjust the ecosystem with a new general equilibrium position established by permanently below the disturbance between the injury and the damage is not universally appreciated. هلا بالوضع المثالي لما بنحكي احنا على مثالية الايكو سيستم او النظام البيئي احنا بدنا نوصل في تعداد الحشرة لنقطة توازن جديدة لأنه بالوضع الطبيعي أنه تواجد الآفة بيكون مع تواجد المحصول ولكن التنتين بيكونوا بوضع متوازن نتيجة أنه في عندك ظروف بيئية بتتحكم بتعداد الحشرة أنها ما يصير لها انفجار وبنفس الوقت أعدائك الحيوية الموجودة في الوضع الطبيعي البيئي المتوازن تعمل برضو على تخفيض تعداد الحشرات للحد اللي هو اللي بيكون آمن. هلأ إحنا لما بيصير في عنا انفجار أو تبدأ الحشرة أو الآفة بالظهور بشكل وبائي بيكون في عندك ظروف بدها تنزلها سواء كانت بيئية اللي حكينا عنها نتيجة التغيرات بالبيئة أو أنه في عندك أعداء حيوية أو حتى الظروف الموجودة بالنظام البيئي المتوازن عشان توصل لنقطة توازن لأنه بوضع طبيعي بالنظام الطبيعي دائما في عندك عملية توازن ما بين الآفة وما بين المحصول وما بين العوامل اللي هي الترايتروفيك اللي هي التداخلات ما بينهم. Injury is transferred with optimal physiological functioning, whereas damage is actual or a potential economic losses. من المميز إنه في عنا اللي هي الإصابة عبارة عن إصابة فسيولوجية جديدة ولكن الضرر الحقيقي اللي هو له تبعيات مادية إحنا نشعر فيها نتيجة خسارة في الإنتاجية أو نتيجة في رداءة النوعية أو إنك أنت إضافة تكلفة إضافية على طرق المكافحة. Assessing the impact of vectors of pathogens present in special cases that its present or absence of the appropriate pathogens may change the effect of economic injury level. حتى وجود بعض الإصابات المرضية وجودها أو عدم وجودها في محصول معين ممكن يغير من الإيكونوميك إنجري ليفل كقيمة لأنه في بعض الأمراض في عندك اللي هي البرايمري باثوجين وفي عندك السكندري باثوجين زي ما في عندك البرايمري إنسكت وعندك اللي هي سكندري إنسكت يعني بيكون معناته أنه لما بيصير عندك إصابة في المرض اللي هو البرايمري الأساسي ممكن يصير في عندك أمراض ثانوية بتكون مصاحبة لها بس هي بالوضع الطبيعي هي مش موجودة
بالوضع الطبيعي، لانه ظروفها اللي بتحتاجها مش متوفره. لما تيجي عندك الاصابه الاساسيه بتشجع ظهور الاصابه الثانويه، فبالتالي الايكونوميك انجري ليفل نفسه معدله او كقيمه، لانه هو بالنهايه رقم انت بدك تعتمد عليه بده يختلف او بده يقل. فور اكزامبل هلا الموسكيتو ار برايمري ناشيوس انسكت، البعوض عباره عن حشره مزعجه. يعني مين منا بحب البعوض؟ البعوض بتغذى على وجبات الدم في الانسان وبسبب له الم، بسبب له، في بعض الناس عندها حساسيه، ولكن في النهايه ما حدا بيكون خايف منه. ولكن اف ملاريا ماشي او اليالو فيفر او الدنج اور اذر موسكيتو ترانسميتد ديزيزز ار افيلبل، بالتالي هاي بتصير الايكونوميك انجري ليفل بكون كثير له تاثير واضح. يعني احنا في عنا ما حدا بيقلق بعملية مكافحة البعوض، لانه بحكي لك حشرة بتيجي بالصيف لما في عندك تجمعات مائية، راس مالها انها بتيجي بتعمل لك بايت، بتعضك، بتسحب منك الدم، بصير عندك حكة، بصير عندك راش، بعدها بتروح. ولكن في افريقيا لما يكون مرتبطة بمرض الملاريا او اللي هي الفيروس، مرض الفيروس الحمى الصفراوية او اللي هي الامراض الفيروسية اللي بتنقلها البعوضه، رح يصير في عندك الايكونوميك انجري ليفل كقيمه كثير مهم، لانه مرتبط بحياه بني ادمين، مرتبط بامراض منقوله عن طريق البعوض، فبالتالي رح يصير في عندك قيمته رح يكون كثير كريتيكال والها قيمه معنويه عاليه مقارنه مع مثلا المناطق اللي هي بالشمال او بالمناطق اللي ما فيها امراض او انتقال لامراض الفيروسيه اللي بتنقلها البعوض. فبالتالي بدنا نحكي هلا من هون على البست بوبوليشن دايناميك. شو معناته البست بوبوليشن؟ في حدا عنده تصور شو هي البست بوبوليشن؟ اللي هي تعداد الحشره. تعداد الحشره وضع الطبيعي انه تعداد الحشره دايناميك، اللي هي اليه تعداد الحشره، قد ايه امتى بتطلع، قديش بتطلع، قديش بتقعد، قديش بتنزل، اللي هي التطور للتعداد الحشره. إله جنرال كاركترستيك، في صفات عامة للي هو تعداد الحشرة أو تواجد الحشرة في بيئة ما. Population and their effect environment are changing constantly in space and time, and description of the population of one location at a time interval may not be adequate to be repetitive. هلا تعداد ال population، التعداد بشكل عام هو عبارة عن رقم متغير في الزمان والمكان. فهذا الارقام، حتى هاي الارقام مش دائما ثابته، يعني تعداد حتى على البني ادمين، تعداد السكاني بتغير من فتره لفتره، في عندك اللي هو بيكون له تعداد موسمي، في عندك تعداد نتيجه الهجرات، فبالتالي الارقام هاي مش ثابته. فانا لما بحكي انه تعداد تواجد حشره معينه او افه معينه في منطقه ما بعمله بشكل مطلق، هذا متغير، يعني ممكن بالصيف يكون لها رقم، بالشتاء ويكون لها تعداد مختلف، بالربيع بمنطقة الشمال يكون لها تعداد، بمنطقة الجنوب يكون لها تعداد، فبالتالي أرقام متغيرة ومش ممكن، مش دائما ممكن تتكرر. يعني إذا تغيرت يعني في منطقة الشمال ممكن تعداد آفة معينة في هذا من سنتين ثلاث يكون رقم، بالسنتين اللي بعديها تغير نتيجة إنه تغير في عندك نظام معين أو طرق زراعية معينة أثرت على تعداد آفة ما. It is necessary to consider management of local population over the entire geographic range. فعشان أنت تحط مخطط واسع ويكون شامل لازم تطلع على المناطق الجغرافية المختلفة وتعتمدها كأفرج. يعني احنا لما بنقول تعداد او البوبوليشن دايناميك للمن في منطقة الضفة الغربية او بمنطقة شرق النهر، نفترض انه عندنا الجنريشن بيكون 20 جنريشن او بالسنة، ممكن هذا الرقم في مناطق اللي هي الشمال مثل لبنان وسوريا وتركيا ينزل ل 15، ممكن بمناطق اللي هي مثل الأردن والمناطق الغورية يصير ل 20، فبتغير. فأنا لما بدي أطلع على المنطقة الجغرافية بدي أحدد بناء عليها، لأنه بتغير حسب المناطق والارتفاعات والجغرافيا. Variation within a local population may equal or exceed the variation among adjacent and distant population in the same species. حتى هاي الأرقام بتتغير. يعني أنا لما بدي أحكي عن تعداد
آفة معينة لازم أطلع على مدى طويل، على أساس أنه هاي الأرقام بتتغير من سنة لسنة نتيجة تغيرات. إحنا هلأ في عنا تغير مناخية، في عنا مرات موسم جفاف، في عنا مثلا موسم اللي هي الحرارة اللي حاليا هاي اللي عم بتصير عنا ارتفاع في درجات الحرارة بشكل مهول، فبالتالي هاي التغيرات بتأثر على تعداد الآفات، فبالتالي أنا لازم أخذها على مدى طويل بمتغيرات، يعني ممكن إنها تكون من مكان لمكان مختلف، يعني ما في إشي عندي ثابت. Immigration does not always guarantee gene flow and change in gene frequency do not necessarily flow in after immigration. عادة إحنا في عنا اللي هو مصطلح اللي هو تنقل الجينات، يعني بمعنى إنه في عنا اللي هو الجينات الوراثية اللي موجودة في آفة معينة بتصير لها تغيير أو بتنتقل من جيل إلى آخر، وبصير في اختلاط من الأصناف أو نفس السبيسيز الموجودة في مناطق مختلفة، فبالتالي بصير في عندك تطوير. عادة هاي الهجرة ما مش بالضرورة تعطيك اللي هو في عندك continuous بشكل مستمر اللي هي استمرارية التدفق الجيني في الآفات. بمعنى هلأ نفترض انه احنا اخذنا مايزس بيرسيكا اللي موجوده في منطقه طول كرم، لو بدنا نعمل لها جين مابينج او نعمل لها الخريطه الوراثيه، هي مفروض انها بتشبه المايزس بيرسيكا اللي موجوده في المانيا، ولكن في بعض الترايتس او بعض المناطق اللي بتختلف ب 1 امبليكون، بمعنى انه في عندك لما تطلع على السيكونس تبعهم بتلاقي في اختلافات، هم مجموعات ككل بدها تتجمع وتعمل كلاستر في منطقة معينة تابعة للمايزس بيرسيكا، ولكن لما بدك تطلع على جين باي يعني امبليكون باي امبليكون بتلاقي انه مايزس بيرسيكا اللي موجودة بالضفة تختلف جزئيا عن اللي موجودة مثلا بسوريا، بتختلف بشكل اكبر عن اللي موجودة بالمانيا. هلا الهجرة ما بين الآفات من منطقة لأخرى مش دائما بضمن انه رح يكون في عندك تغيير في اللي هو التدفق الجيني في الآفات، فبالتالي انه اللي هي for instance corn earworm migrating into midwestern US from southern US may not necessarily carry gene of insecticide resistant to selection and heavy insecticide to use their point ordinate. هلا احنا بهمنا لما بنحكي عن الجين فلو شو بهمك؟ انه هي ظهور اللي هي الطفرات. هلا الافات لا مش اللي هو التدفق الجيني، التدفق الجيني بصاحبه في اغلب المرات خاصه في الامراض مثل الفيروسات الامراض النباتيه، وبرضه حتى في الافات الحشرات بصير عندك اللي هي المقاومه لبعض الامراض بعض المبيدات. انا ليش بحكي هيك؟ انا هلا في عندنا منطقه حاطين مثال انه في مناطق الجنوب الشمال اللي فيها دودة كوز الذرة أو دودة قارضة الذرة، هاي الإير وومز عادة عندها مقاومة ببعض المبيدات. هلأ الموث أو الفراشات أو العثث اللي بتهاجر من الشمال للجنوب اللي هي الهجرة السنوية من مناطق الباردة للمناطق الأكثر دفئاً، هاي مش معناتها انه هذه الآفة او الحشرة اللي طارت للجنوب رح تحمل الجين المقاوم للمبيدات، فممكن لما بتنزل لتحت تكون المبيدات لساتها حساسة لإلها، فبالتالي انت لما بتعمل لها مكافحة بنفس مجموعة المبيدات تتجاوب اكثر من مناطق الشمال، فبالتالي مش دائما، او ممكن العكس، او ما تنقل الجين المسؤول عن المقاومة، فبالتالي بصير في عندك. ليش احنا بنحكي عن هذا؟ لانه في عندك مانجمنت، المانجمنت بتتبع عليها او بينتج منها اللي هي نوع المبيدات اللي انا بدي استخدمها. هلا كيف بدي احدث انا او احدد البوبوليشن دايناميك لاي افه؟ هلا في عندنا طبعا الانتومولوجيست بيجمعوا ياخذوا قراءات قديش عدد الحشرات او الافه، مثلا لنفترض الاير وورمز اللي هي قارضات الذره، هلا بشوفوا قديش كم بيضه بحطوا، البيضه كم من لارفي بتصير، قديش فتره اللي بتحتاجها عشان تصير تكمل دوره حياتها، الحشره كل قديش بترجع تعمل جيل جديد، كل هاي الارقام ناخذها كارقام، بنروح بنوديها لواحد ماثيماتكس
بفهم بالرياضيات بعمل لها هيك موديلز. فطلع هذا الماثيماتيك هاي اللي هي المعادله، بمعنى انه ان اللي هي عباره عن population density اللي هي الكثافه بدنا نقول السكانيه للافات بفتره زمنيه محدده بعباره عن اللي هي البيرث ريت اللي هو معدل قديش بحطوا ولادات وقديش عندك موت، لانه عاده مش كل شيء بنحط يعني مش كل البيوض اللي بتحطها الحشرات بدها تفقس وينتج عنها لارفي، لانه في نسبه منها ممكن تجف ممكن تموت ممكن يتم التطفل عليها، بصير عندك اللي هو الديث ريت اللي هي المورتاليتي رح نتطرق له هو معدل الوفيات، اللي هي الكارين كاباسيتي اللي هي معامل له علاقه في الحشره نفسها، كل حشره لها كارين كاباسيتي مثل اندكس عباره عن عامل مؤشر خاص فيها احنا بنعتبره ل يعني ما اخذناه من قراءات ودراسات مسبقه. فبالتالي انا بدي اطلع البوبوليشن دايناميك او اللي هي تعداد الحشره في فتره زمنيه محدده ناقص اللي هي تعداد الحشره في بهاي الفتره بخلال الزمن اللي انا بدي اياه بيساوي اللي هي قديش البوبوليشن دنسيتي تعداد الحشره. ما نفترض انه انا عندي تعداد الحشره بده يكون مثلا 1000، كيف بدي اطلعه؟ عن طريق البيرث ريت ناقص الديث ريت اللي هي معدلات الولاده ناقص معدلات الوفيات على الكارين كاباسيتي للبوبوليشن دايناميك بهاي الفتره على الكارين كاباسيتي ككل. فبالتالي انا بطلع عندي اللي هو السمبل او المعامل اللي هي البوبوليشن دايناميك الاساسيه للافات. طبعا انا بحكي لكم هذا الحكي لانه المعادله مش رح تنطلب مش رح تحفظوها، ولكن ما ينتج منها اللي هو مطلوب. يعني هاي ماث، احنا انتم مش رح تكونوا انتم انتومولوجيست انه علماء بالحشرات، ولكن انه بدك تعرف انه بناء على هاي القراءات وجد عندنا هذا المعامل اللي هو الار. الار اللي هو عباره عن معدل الولادات ناقص معدل الوفيات، واللي هي الاي اللي هي الناتشرال لوغاريتم اللي هي بده يكون في عندك. هلا بدنا نشوف الشكل اللي راح ينتج عنه. حكينا في البدايه انه كل الحشرات الحشرات قلنا انه بتبدا بتعدادها بالتزايد ممكن ينزل نتيجه انه صار في عندك ضغط حشرات ناتشرال انيميز اعداء حيويه، استخدام مبيدات، تغير في المناخ رح يؤدي الى تغير في الظروف المناسبه لتواجد الحشره فرح تنزل. هلا في حاله انها ما صار في عندك رح يصير في عندك اللي هو التوازن الطبيعي اللي رح يكون نتيجه انه كل ما زادت درجه تعداد الحشره شو رح يقل؟ رح يقل الفود سورس مصادر الاغذيه رح تقل. فبالتالي رح يصير الحشره اللي بالبدايه كانت تحط 20 بيضه، بعد يومين بعد اسبوع بتصير تحط 15، بعد اسبوعين بتصير تحط 5، لانه حتى خصوبتها بتقل باي ايج. الشغله الثانيه الاعداد اللي بدها تطلع منها الجيل الجديد بده يتعرض لظروف، يعني اول 15 بيضه رح يكون في عندها الفود سورس او مصدر الغذاء متوفر، نوع الغذاء بيكون مختلف، ولكن مع مرور الزمن الاوراق والنباتات اللي بتتغذى عليها الافه رح تتغير ككوانتيتي وككواليتي كنوعيه وكميه، فبصير في عندك تنافس. التنافس شو راح يصير في عندك؟ راح يصير في عندك الحشرات عم تتنافس على هذا المصدر. لما يكون 15 و5 و10 هي صاروا عندك عدد كبير بدهم يتنافسوا على نفس المصدر، فراح يصير في عندك التنافس اعلى، راح يصير كميه الغذاء اللي يحصل عليها الفرد اقل، فبالتالي راح يصير في عندك منهم جزء كبير منهم راح يهاجر لانه بطلوا يتوفي معهم المكان صار كراودد. زي ما انا احطكم هون بهاي الغرفه، الغرفه هاي بتوسع 20، لو حطيت فيها 50 ها ممكن انه تقعدوا على مضض، لو حطيت فيها 200 اللي راح يطلع من الشباك راح يطلع من الباب راح يطلع من ليش؟ لانه صارت تو كراودد، بطل في مكان للتنفس، بطل في مكان للحركه، فبالتالي الكل راح يهاجر. بنفس المبدا طبعا هنا بناء عليه الار اللي هو معامل اللي هو الانهيرتنس اللي هي معامل احنا بنسميه الانهيرتنس فاكتور، وهذا بيعطينا انديكيشن على نوعيه الافه ونوعيه البوبوليشن دايناميك الموجوده. هلا موست امبورتنتلي از فور انسكت كنترول اف بي معدلات الولاده البيرث ار لارجر ريليتيفلي ذان دي، يعني بمعنى انه افه بتحط لك 200 حشره
وبيموت منها بس خمسة، رح يكون الكاركترايزيشن على البوبوليشن دايناميك انتنس ريت اللي هو معدل الزيادة الطبيعية في الآفات رح يكون very high، ورح نسميه الكي، بمعنى انه الآفة بتعطينا بأول حياتها بتعطيك 200 300 500 بعدين ببلش يقل، فبالتالي هذا بتعطيك مثل انفجار في تعدادها في البداية لأنه دورة حياتها قصيرة، بدها تحط أعلى ما بتقدر من الآفات عشان تضمن استمراريتها، فبالتالي بتعطيك مثلا بأول مرة بتحط لك 50 بيضة، بعدين بتصير تحط لك 40 بيضة، بعدين بتحط لك 30 بيضة، بعدين بتصير تحط لك 25 بيضة بفترة زمنية، يعني خلال 3-4 أيام بصير في عندك تعداد عالي. مثل مين؟ مثل المن. المن مجرد ما تلاقي بتكون عندك على الورد منة أو تنتين، ارتفعت درجة الحرارة وكانت الظروف الجوية مناسبة مع الرطوبة معتدلة، ارجع عليهم بعد 4 أيام بتلاقي راس الوردة نفسها مغطية بشكل كبير من المن خلال أسبوع 10 أيام. ليش؟ لأنه الفيميل بدأت تضع بروجيني بأعداد كبيرة خلال فترة قصيرة. هلأ هذا بيكون إيش اللي هو المعامل الكارين كاباسيتي لإلها بيكون عالي، فبالتالي a population with high R may approach K speed in a short time. بعديها بتبدأ عملية النزول، يعني تعداد المن بتلاقيه بخلال أسبوع 10 أيام وصل لأعلى، خلال أسبوعين بيرجع بنزل للمعدلات الدنيا لإله. فعادة هاي اللي هي بتعطيك indication أو مؤشر على نوعية الآفة، إنها تعدادها بيكون بفترة قصيرة أكبر أو سريع بفترة قصيرة، ولكن معدلات الموت لإلها بتكون سريعة أيضا. هلأ the ratio أو نسبة اللي هي النسبة بين ال birth rate وال death rate عادة بتكون، يعني أنت لو نفترض إنه معدلات الولادات 100 على معدلات الوفيات 5، قديش النسبة بدها تكون؟ 95% بنحكي اللي هي أقرب إيش؟ 0.9 راح تكون أقرب للواحد، الواحد صحيح اللي هو 100% الواحد، كل ما كانت أقرب للواحد بده يكون في عنا اللي هو الإيكونوميك إنجري ليفل لإلها بده يكون أقرب إلى الواحد، فمعناته أقرب للواحد الصحيح، فمعناته دورة حياة قصيرة، تعدادها بيكون انفجاري بفترة زمنية قصيرة، فبالتالي وبكون إلها بناء عليه أكثر من جيل في الموسم. وضحت الصورة؟ كل ما كان الاي اي اقرب للواحد معناته تعداد الحشرة انفجاري، انفجاري بكون فترة قصيرة وبكون اكثر من جيل في السنة. هلا نفترض هلا هنا لما يكون الوضع الثاني آفة او حشرة بكون معدل الولادات لإلها تقريبا اقل من معدل اللي هو يعني اقرب له لمعدل، يعني بتحط 100 بينجوا منهم مثلا اللي بيموت منهم معدلات الولادات لإلها اقل، فبالتالي انه فتره اللي بتحتاج لإلها بتكون فتره اطول، مثل اللي هم البوررز حفار ساق اللوزيات، هذا بده على الاقل من 1 تو 2 ييرز عشان يكمل دوره حياه كامله. الكب نودس اللي انتم بتشوفوا هذا اللي كنتوا تجمعوه نفس الشيء، هذول نفس الشيء، الحفارات هذول بدها فتره طويله. ليش؟ لانه دوره حياتها بتكون بطيئه، عدد البيوض اللي بتحطها بدل ما تحط 50 بتحط 10-15، المعدلات اللي من 10-15 بيطلعوا 10 وال15، فبالتالي انه معدلات الوفيات كتير قليلة، فبالتالي بتكون دورة حياتها أطول، فبيكون في عندك اللي هو الار سيليكشن. هلأ عشان في عنا لما يكون في عنا high fecundity short generation low compatible ability and high dispersal بيكون عندنا هذا R selection، بنسميه R selection انه هو معامل الاختياري اللي هو الرا. ليش؟ لانه دليل انه في عندنا جيل قصير له الخصوبه فيه كثير جدا عاليه، احنا بنحكي انه باول يومين ثلاثه بتحط 500، بعدين بصير انه يقل يوصل لحد ما توصل ل 10 او 20% من معدلات الخصوبة، قدرتها التنافسية قليلة. هلأ المن لما بتطلع عليه تحت الميكروسكوب شو بتلاقي؟ بتلاقي كل المن فوق بعضه بس الخرطوم اللي نازل في النباتات، ما بيناتهم ما في بيناتهم تنافسية.
تنافس عالي، يعني ما بتقاتلوش مع بعض، ما بتحاربوش. في بعض الحشرات انفرادية بتكون عاملين غرف، اللي هدول تبعوت الزيتون، ال شو اسمه، الحفارات اللي داخلها بتكون عاملة غرف الام، وحاطة على كل غرفة بيضة، لانه عشان بنتها او البروجني تدخل على هذا النفق وما تشوفش حدا، لانه عندهم كومباتيبلتي عاليه او عندهم تنافس عالي، عشان ما يتقتلوش مع بعض ويصيروا ياكلوا ببعض. فبالتالي هدول هيك. اما المن بيكون كل المن فوق بعض، بتلاقي المن ثلاثه اربعه فوق بعض، بس اللي هو الخرطوم اللي داخل في النبات وبيعمل عمليه الامتصاص، لانه التنافس فيه كتير منخفض، وعندها القدره انها تطير. هلا المن اول ما بيطلع بيكون غير مجنح، لما بصير مكتظ بتبدا اللي هي الاطوار اللي هي المجنحه تبدا تظهر، عشان يبدوا بالانتشار، عشان يتوسعوا انهم يطلعوا او ينتشروا في اماكن مختلفه. فبالتالي هذا بيعتمد كثير على الظروف البيئيه، بمعنى انه the result from the selection environment favoring maximum growth should temporary habitat occur near early in ecological session. هذا بيعتمد كثير على الظروف البيئيه. الآفة هاي بتعتمد انه درجات الحرارة تكون مناسبة، اي تغيير في البيئة بتلاقي صار في عندها هذا الانفجار، يعني بدها تلحق حالها، بمعنى اخر بدها تلحق تحط الجينيريشن تبعها قبل ما تتغير الظروف عشان تضمن الاستمرارية. مثل السبايدر مايت، الايفيد، هدول كلياتهم اللي هم بتلاقيها، يعني بتروح على المزارع بقول لك يا عمي من اسبوع 10 ايام رحت المحصول نظيف، غبت عنه 10 ايام رجعت لقيته كلياته حلم، كلياته عناكب، كلياته من، كلياته وايت فلاي. امتى صار ارتفاع بسيط في درجات الحراره مع زياده معتدله في الرطوبه او الجفاف مع وجود العائل المناسب؟ بصير في عندك اوت بريك، فبتلاقي انه المزارع بيحكي لك يا عمي كل اللي غبتم عنه 10 ايام لقيته انه استفحل في المحصول. هلا العكس الثاني اللي هو اللي بيحتاج وقت اطول وبيحتاج فترة أطول إلا عشان يعمل عملية التطور، وهذا اللي هي الكي سيلكشن اللي بيعتمد على الكارين كاباسيتي أكتر، اللي هو بعكسه بتكون فيها الهابيتات بيعيش فيها الآفة أو الحشرة لفترة أطول، الجينيريشن بيكون فيها بده من سنة لسنتين عشان يكمل دورة حياته، حتى قدرتهم التنافسية أو التنافس على مصدر الغذاء بتكون أعلى، يعني ممكن تلاقيهم عم بتقتلوا، فبالتالي هم عبارة عن سبيشيال، ما عندهم القدرة على الهجرة بتكون محدودة، لأنهم هم كلهم حفرات داخل مصدر النباتات، يعني داخل الترنك داخل الجذور، فقدرتهم على الانتشار محدودة، ما عندهم القدرة أنهم يطيروا أو ينتشروا في أماكن كبيرة بشكل كبير مثل اللي هم الار سيلكشن. إلهم لو فيكونديتي، يعني الآفة بتحط لك 10 20، إن زادت ممكن توصل للمية، مقارنة بالإيفد ممكن توصل للخمسمية كتعداد، لأنهم بيعملوا بارثينوجينيسيس. فبالتالي عدد الفيكونديتي أو اللي هي أعداد التعداد اللي الحشرات اللي بتحطها بتكون منخفضة، أو الخصوبة بتكون منخفضة، قدرتها التنافسية بتكون كتير عالية، يعني عندهم القدرة إنهم يتنافسوا على مصدر الغذاء بشكل قوي، بعدين عندهم القدرة إنهم ينتشروا بشكل أقل، قدرتهم على الطيران او الانتقال من مكان لمكان بتكون قليله ومحدوده. فبالتالي اللي هم الكي سيلكشن. مثل الكودلينج موث، بتعرفوها عفه ثمار التفاح اللي هي بتيجي بتاخذ حبه تفاح بتلاقيها من جوا مدوده، هاي بتيجي الافه الحشره الفراشه او العثه بتحط البيوض بيضه بيضه او بيضتين ماكسيمم على ثمره التفاح، اليرقه بس تفقس بتبدا تعمل عمليه التنل وتدخل داخل الثمار، وحده بثمره التفاح وبتكمل دورة حياتها خلال سنة، إذا وبتخرج من الـ من التفاحة بتعمل البيوبيشن بتكمل دورة حياتها، فبالتالي بدها سنة عشان تعمل وان جينيريشن. طبعا هذا صار في ديبيت لأنه في عوامل أخرى دخلت، الاستمرارية في إنتاج التفاح على مدار السنة، صار في عندك العائل موجود لأنه كانت دورة حياتها مربوطة بالتفاح. إحنا عندنا زراعات التفاح كانت تبدأ ينور التفاح بشهر 4-5، يبدأ التفاح يطلع بشهر 5-6-7-8، يتم حصاده بشهر 10. حاليا لا، في عندنا أصناف تضلها عندنا continuous production، فصار في عندك الجينيريشن يرتبط مع وجود الآفة، مثل اللي هي الكودلينج موث، حفارات ساق الزيتون او اللي هي اورينتال ستيمبورر، كلياتهم هدول برضه لهم نفس اللي هو الكي سيلكشن. هلا الدنسيتي ديبندنت، طبعا بمعنى انه هو بتعتمد على تعداد هذا التعداد الافه بيعتمد على عوامل معينه.
كل ما زادت الدنسيتي او كل ما زادت كثافه الحشرات كل ما كان في لها تبعيات، بمعنى population regulation with the major way to regulate population about equilibrium. هلا density dependent يعني العوامل اللي بتاثر على تحديد تعداد الافه، بمعنى عوامل لها دور في انها تحد من انتشار الافه او زياده تعدادها، بمعنى انه في عندك اللي هو الامباكت اوف ذا density regulate the factor in a certain number within the population، بحيث انه هذول العوامل اللي بتأثر على انه بدل ما يصير انه يصير في عندك continuous او انه استمرارية لا نهائية في تعداد الآفات، في عندك عوامل بتحدد. ممكن حدا يفكر لي بعوامل بتحدد انه من الحد من تعداد آفة معينة؟ بسيطة، تغير العوامل الجوية، غيره المبيدات competition بالضبط. هذول لا، هذول اندبندنت، هذول ما دخلهم، هذول عوامل غير. هلا العوامل اللي هي تتحكم فيها البوبوليشن نفسها، يعني إشي بيعتمد على الحشره نفسها مثل بريديشن، بريتزم، كومبيتيشن، هذول عوامل جوا البيئه. وجود اعداء حيويه بتخفض من تعداد الحشره، وجود المتطفلات بخفض من اعدادها، وجود التنافس بيؤدي الى الانتشار. هذول كلياتهم density dependent، يعني انه لما يكون تعداد الحشره كبير ماشي راح يكون في عندك اللي هو لها تاثير. at low density the impact of light or moderate while the high density is impact is severe، يعني لما بكون تعداد الحشره قليل بنشوفش كثير اعداء حيويه، اما لما تشوف انت تطلع انت على اي نبات في على روح على هلا على الملفوف، انزل على الملفوف هلا بتطلع على الورقه في اعداد هائله مهوله من المن بكون على الاوراق. شو بتلاقي؟ بتلاقي ام علي بكثافه، بتلاقي جميع الاطوار لام سليمان اللي هي اليرقات اللارفي اللي بيكون عندها بيوت كلياته. ليش؟ لانه كل ما زاد تعداد الحشره كل ما زادت اللي هي المنافسه، فبالتالي في عندنا بريديشن، بارازيتزم، التنافس ما بيناتهم، كلياتهم هدول بيعتمدوا على اللي هو density dependent. هلا density independent اللي حكيتوا عنها الانفيرمنتال كونديشن، الحشره ما بتتحكم فيها، تغيرت الظروف، صار عندنا صقيع، صار في عندنا امطار، صار في عندنا انخفاض في درجات الحراره، كلياتها عوامل غير متحكم فيها، مش ما بتعتمد على تعداد الحشره. يعني مش كل ما زادت تعداد الحشره بدها تتغير الظروف الجويه، لا، الظروف هاي ما حدا بيتحكم فيها. حدوث اللي هي الكوارث، الحرائق، الفيضانات، كلياته هدول عوامل ما لها علاقه، مش مرتبطه ب اللي هي تعداد الحشره، ولكن تعداد الحشره مربوط بايش؟ كميه او عدد الموجود من المتطفلات، من الاعداء الحيويه، من المصدر الغذاء نفسه، من الاميجريشن، الهجره مرتبطه بالدنسيتي، كل ما زادت اعداد الحشرات كل ما زادت اللي هي قابليتهم للهجره. ميسي وبرضه في الدنسيتي ديبندنت بتعتمد برضه على الكي سيلكشن ولا الار سيلكشن؟ طبعا احنا بنحكي بجميع الاحوال صح. هذا احنا بناء على الار سيلكشن والكي سيلكشن هذولاك لاختيار احنا نوعيه اللي هي النظام التعداد الحشري او التعداد السكاني للحشرات. هلا عشان نحدد العوامل اللي بتاثر عليه اللي هي عوامل لها علاقه في التعداد ولها مش ما لها مش مرتبطه في التعداد الحشره، اللي هي عوامل لها في وجود الاعداء الحيويه او التنافس او مصدر الغذاء، والعوامل الاخرى اللي هي ما لها علاقه اللي هي الكوارث الطبيعيه والتغيرات المناخيه وما الى ذلك. هلا احد الطرق اللي احنا بدنا نحكي عنها الايكولوجيكال كنترول اللي هي طرق المكافحه اللي هي الاوبن اند كلوز ايكوسيستم. طبعا كلكم بتعرفوا احنا النظام الزراعي اللي موجود عندنا، يا اما الزراعات في الاراضي المكشوفه او الزراعات في المحميات، سواء المحميات عباره عن جرين هاوسز او جلاس هاوسز او تانلز، كلياته هذول بتسمى اللي هو كلوز سيستم. هلا الكلوز سيستم اللي موجودين عندنا بيختلف طبعا احنا بناء على هذا الحكي، الظروف البيئيه اللي موجوده بتكون يا اما نقدر نتحكم فيها او ممكن انه نتحكم بجزء منها او ممكن ما نتحكم فيها. الاراضي مكشوفه ما عندنا القدره انها نتحكم فيها لانها مفتوحه للظروف الجويه، مفتوحه ل
الاصابه باعداء ممكن تكون موجوده في الـ في الـ في الـ في البيئه نفسها او ممكن تيجي لها من برا، فعمليه التحكم فيها بتكون شوي محدوده مقارنه بالايكو سيستم اللي هو الكلوز اللي هو يمكن انك تكون كومبليت كنترول كونديشن. يعني انت لما تكون زارع في بيوت زجاجيه تتحكم في درجات الاضاءه، درجات الرطوبه، درجات الري، الحراره، كل العوامل، حتى تصريف المي ممكن انت تتحكم فيه اذا كنت انت بتستخدم مثلا زراعات مائيه او اللي هي المصاطب، تقدر انك انت تتحكم بكل العوامل، فبالتالي انك في عندك كومبليت كنترول سيستم، او ممكن يكون سيمي يعني وسطي، يعني انت بتتحكم بجزء منه او ما بتتحكم فيه نهائيا. هلا في عندنا اللي هم غير الانظمه، نوعيه الزراعات اللي هي مالتي كلتشرال فيرسس بولي كلتشر. هلا في عندنا المالتي كلتشر اللي هي عباره عن بلانتنج اوف سنجل سبيسيز اوف كروب اوف لاند اوفن ريزلت ان انكريز بوبوليشن اوف سبيشال هيربيفورز ات نوتس ابوف. هلا في عندنا اللي هي احاديه الزراعه والمختلطه، الزراعه المختلطه او الاحاديه، بمعنى انا بيجي عندي مثلا افترض عندي 15 دونم زارعهم بس قمح، 15 دونم زارعهم قمح. هلا شو بصير في عندي بال15 دونم هدول؟ شو راح يصير في عندي؟ راح يصير تطور لآفه معينه بس على القمح، يعني راح يجي عندي اللي هو سوني باج. السوني باج اللي هي البقه النتنه اللي بتصيب القمح، لما بتيجي بتفوت على حقل 15 دونم يعني داخله على وليمه، فبالتالي رح يصير في عنا انتشار لهاي الآفة، خاصة إذا أنا كل سنة بزرع نفس المحصول بنفس المكان بنفس النوعية بنفس الخدمات الزراعية، رح يصير عندي آفة مستوطنة. هلأ لما يكون في عندي بوليكولتشر، نفترض أنه أنا زرعت، أوكي بدي أزرع قمح، بس بزرع قمح وبزرع جنبي مثلا تلم قمح، وممكن أزرع مثلا محاصيل مختلطة، يعني محاصيل مختلفة، سواء مثلا اعمل الدنم الاول قمح، اللي بعديه اعمل خط خطين مثلا باذنجان، ارجع احط القمح ازرع دنم سان فلاور اللي هو عباد الشمس، يعني اعمل تخليط فيه بحيث انه الآفة لما بتفوت يصير في عندنا شوية كونفيوجن، هذا قمح ولا باذنجان ولا سان فلاور ولا بنكر بلان، فبالتالي انا بخفف من حدة الانتشار والإصابة والاستيطان. بالبولي كلتشر عادة I may reduce the impact of herbivorous insect with associational resistance، بمعنى أنه أنا ممكن لما بزرع أكثر من محصول أنه هاي الآفة بدل ما تتوجه لمحصولي الأساسي ممكن أنها تروح على المحصول البديل، أو ممكن مثلا أنا أزرع قمح وأزرع اللي جنبي المكانس، مش القمح ولكن هو عبارة عن مصدر، أو أزرع من اللي هو بعض الحبوب أو اللي هي من السيريال، ولكن اللي هي تتحمل اللي تيجي تجذب الآفة لإلها على أساس أنه تخفف، أو ممكن أنه أقلل من وجودها على أو انتشارها في الأرض كاملة، فبصير في عندي مقاومة مرتبطة بالمحصول اللي أنا زارعته. أمثلة عن اللي هو الـ examples of practical approaches رح نخليه للمحاضرة الثانية إن شاء الله إذا في حدا عنده أي أسئلة.